والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجزء التاسع في الصفحة الرابعة عشر بعد الثلاثمائة: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. الحديث أخرجه أيضا في كتاب الإكراه في الجزء الخامس عشر في الصفحة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة، وأبو داود في الجزء الثاني في الصفحة الثالثة والتسعون بعد المائة، وابن مشير في الجزء الرابع في الصفحة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة. قال الحافظ ابن كثير في الجزء الأول في الصفحة الخامسة والستون بعد الأربعمائة: وروى وكيع عن سفيان عن علي ابن بذيمة عن مقسام عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت إلى آخره. علي بن بذيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وروى الطبري في الجزء الرابع في الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة عن أبي أمامة قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فنزلت. قال الحافظ في الفتح في الجزء التاسع في الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة، والسيوطي في اللباب سنده حسن. قال أبو أمامة وهو أسعد بن سهل ابن حنيف: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز، وله شرف الصحبة، وأما حديثه فمرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في الجزء الرابع في الصفحة الثامنة عشر بعد الثلاثمائة: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة حافظ. تنبيه: وقع في السند حدثنا ابن عيينة وعمر وهو غلط، والصواب هو ما أثبتناه، فإن سفيان لم يروي عن عكرمة، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في الجزء الرابع في الصفحة التاسعة عشر بعد المئة أن سفيان ولد سنة السابعة بعد المئة، ثم ذكر في ترجمة عكرمة أنه توفي في السنة السابعة بعد المئة، وقيل في السنة العاشرة بعد المئة، وقيل غير ذلك. وعلى كل، فسفيان مشهور بالرواية عن عمرو وهو ابن الدينار، وإنما نبهت عليه لئلا يظن أن ما هنا غلط، ووقع في تفسير ابن كثير على الصواب كما نقله شيخنا حفظه الله.
قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال الإمام مسلم رحمه الله في الجزء العاشر في الصفحة 35 حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ثم ذكر له طريقا إلى قتادة والراوي عنه شعبة فأمنا من تدليسه فإن شعبة إذا روى عنه يستثبته وقد قال شعبة كفيتكم تدليس الأعمش وأبي إسحاق وقتادة كما في فتح المغيث للسخاوي. الحديث أخرجه الترمذي في الجزء الرابع الصفحة 86 وقال حديث حسن صحيح وأبو داود في الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 200 والنسائي في الجزء السادس الصفحة 91 والإمام أحمد في الجزء الثالث في الصفحة 72 والرابع 80 وابن جرير في الجزء الخامس في الصفحة الثانية. قوله تعالى حسبك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الآن على خير خلق الله وصحبه ومن ولا الإخوة الله يرضى عليهم يقفلوا المايكات الله يرضى عليكم. طيب الأخ نوح يغلق المايك. يغفر المايكات للجميع. ممكن بعض الحاضرين ما ينتبه لذلك لكن أنت عندك خاصية. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولد. قراءة في الصحيح المسند من أسباب النزول عندنا احنا الآن اليوم إن شاء الله الآية 19 والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون. بالنسبة للآية 19 يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية حديث الإمام البخاري عن ابن عباس قال كانوا إذا مات الرجل أو لم يزوجوها أو تزوجها بعضهم فنزلت هذه الآية سبحان الله لكي ترجع الأمور إلى نصابها. ثم يخرج يقول لك الإسلام ظلم المرأة فهذا كله من التجني والكذب على الإسلام وعلى دين الله تبارك وتعالى. لن تجد شريعة من الشرائع شرفت المرأة وأكرمتها مثل شريعة الإسلام. ولذلك عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال إن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته سبحان الله.
مثل الميراث كان المرأة مثل أي سقط متاع، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله تعالى عن ذلك، يعني نهى ربنا عز وجل عن ذلك. أما حديث علي بن مزيمة عن مقشم عن عباس، كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان حق بها. يعني انظروا إلى أي مدى وصلت المرأة في أنها تباع بهذه الصورة لصواحب عبد السلام. لو جاء بس ورمى عليها ثوب خلاص صارت إيش؟ صارت له، سبحان الله. وطبعا هذا ذكرت بها أبو داود، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك. وأيضا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في نفس الآية يقول كان الرجل إذا مات وترك جارية أن وكان الرجل أيضا كما ذكر العوفي كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم وحديم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيرهم، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها. وقال زيد بن أسلم في نفس الآية كان مات الرجل منهم في الجاهلية ولمرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يرث أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة أيضا عدل الإسلام الذي كرم هذه المرأة. ثم بعد ذلك نأتي إلى الآية اللي بعدها اللي هي الآية حرم الله عليهم هذا وعفى لهم عما كان سلف منهم في الجاهلية. هذا قول ربنا عز وجل إلا ما قد سلف، يعني ما مضى عفو عنهم مما فعلوا في الجاهلية والشرك لم يؤخذهم به، لأن النبي يقول الإسلام يجب ما قبله. وعن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، سبحان ما امرأة الأب دي لا يحرمهم ولا يحرمون الجمع بين الأختين. فنزلت هذه الآية والتي بعدها بقول ربنا تبارك وتعالى هي الثالثة والعشرون وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وأيضا عن قتادة قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا أن الرجل كان يخلف على حليلة أبيه ويجمعون بين الأختين، فمن ثم نزل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وأما بالنسبة للآية اللي هي الرابعة طبعا آية 22 آية 24 هو قول ربنا تبارك وتعالى، طبعا آية 24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ووحيد لكم ما وراء ذلكم إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة أيها الكرام الفضلاء وضح فيها ربنا تبارك
وتعالى أن الله حرم المحصنات من النساء إلا ما إلا ملك اليمين من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا استثناء استثناء متصل. ولذلك أهل التفسير قالوا من هن اللاتي عناهن الله عز وجل في هذه الآية، فقال بعضهم هن زوجات الأزواج غير المسبيات وملك اليمين السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن السباع، فحللنا لمن صرنا له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربي من زوجها الحربي. ولذلك كل امرأة لها زوج، هذا قول ابن عباس، فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها، وتستبرأ بماذا؟ تستبرأ بحيضة. ولذلك قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن جرم القضاعي قال ما سبيت من النساء، هذا والمحصن من النساء ملكة أيمانكم، ما سبيت من النساء إذا سبيت المرأة ولها زوج في قومها فلا بأس أن تطعها لكن بعد أن تستبرئ بحيضة. انظر حتى في عالم الحرب فإن هذا الدين حفظ الأعراض وحفظ النفوس من أن توضع بما حرم الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي حقيقة سورة النساء أن تدرس دراسة كبيرة لأن فيها رد على كل متهوك كذاب يزعم أن هذا الدين وأن الإسلام قد أهان المرأة. وأيضا عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، وحنين كانت في ذي القعدة من العام الثامن بعد فتح مكة، فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس فهزموهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثمون من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فأحل الله لهن ذلك شريطة أن تستبرأ بحيضة. وهكذا قال أبي سعيد الخدري أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن ولهن أدوات، فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده عن الله على ذكره، وصلي لهم عن نبينا محمد وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك شيخنا، جزاك الله خير.